مفيش. الجيتار ده يعني جالي هدية 2005، عملت عليه حبيبي الأولاني، وعملت عليه أغنية اسمها مهما ببعد قلبي أنا وياك، عملت عليه كل الألبوم الأولاني، وبعدين عملت عليه الألبوم التاني جوايا هتعيش وكلمة وكل الأغاني الألبوم التاني، وكسروا عليه. يعني دخلت لقيته ماسكه وكسره، فطبعا ضايقت قوي. الاثنين بيحبوا مزيك جدا. بس عمر اللي هو التاني اللي هو مش شبهي، شبه مامته شويه، ده بيحب المزيكا اكتر. يعني لما بغني كده وانا في البيت بيضحك، يبص لي ويضحك. الاثنين، لا الاثنين بحبهم. لا لا الاثنين مفيش. لا يعني يطلع فنان يا ريت، يعني مبسوط ان ابني يطلع فنان، بس ما يعني ما يشتغلش في المزيكا، لان المزيكا متعبه جدا جدا، متعبه. اذا واحد يعني حياته كلها بيركز في المزيكا، مركز في حاجه، لما بتبقى نجم بتغني وتبقى نجم او معروف او كده، بيحصل لك حاجات كتير في حياتك انت مش جاهز لها، مش اي حد يقدر يستحملها، او اي حد يقدر يبقى جاهز على طول. زي مثلا انك انت بتشوف مغريات كتير في الحياة لما بتبقى نجم، انت فاهم قصدي، لو انت مش مظبوط قوي بتروح فيها. دي حاجة. تاني حاجة التعب والمجهود والسفر والستريس اللي انت عايش فيه على طول، انك تعمل احسن حاجة، ولو ما عملتش احسن حاجة مش هتنجح. في صراع كده الفنان، انا مش عايزهم يخشوا فيه، انا عايزهم يدرسوا دراسة عالية جدا ويبقوا شاطرين في حياتهم، وما فيش ان هو يبقى موهوب برضو، يعني يبقوا موهوبين. لان الموهبة دي انت مش انت اللي بتعملها، يعني فاهم قصدي، انت اكيد فاهمين كلكم موهوبين. يعني وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org